وانا بتجول برضو في المعرض، فلفت نظري مرايه موجوده. مرايه ايه؟ قالوا المرايه عجيبه جدا، خلينا اشوف المرايه العجيبه دي. اقعد كده اشوف ايه الموضوع. المرايه العجيبه، شو بيوتي ميرور. قال لي استنى حاضر، هيصورني بقى عشان يشوف ايه الموضوع. دي صورتي بقى اللي لقطوها في المرايه العجيبه دي، معرفش هيطلعوا منها ايه. يعني هم المرايه فيها اشعه بالتاكيد، ركزت على الوجه والتقط هذه الصوره، وهيقول لي بقى هي عجيبه في ايه. انا معرفش، بقول لي دي مرايه عجيبه لجمال الوجه، بيوتي فيس. او هنشوف دلوقتي ايه الموضوع، بيحمل اهو قدامي. خلينا نشوف ايه الموضوع والناس بتفكر ازاي. طلع نتيجة التحليل اهو، بيقول بور كونديشن، يعني ده جود كونديشن. بيقول السبوتس عالي جدا، معرفش يعني ايه سبوتس. هيقول لي السبوتس اللي هو تجاعيد، يعني في تجاعيد في الوجه. فبقول لي نسبة التجاعيد باينة قد ايه، فبقول لي عالية عندك التجاعيد عالية جدا. يا سيدي احنا ماشي، مش مشكلة، مش أنا بس، أنا بنتكلم على الاختراع نفسه، بس هو عمل تجربة فيا. أوكي. ودي السواد اللي تحت العين أو العلامات اللي تبقى تحت العين، هو طلعها أهو. جاب معرفش عندي، بيقول لك إن في واحدة وواحدة لأ، معرفش طبعا. هو شايف طبعا، أنا مش تالت حاجة. بيقول انه عدم البشره مش ملساء بشكل كامل، او فيها نوع من الحبوب الكامنه او غيره. ده هو برضو مطلع المنطقه دي عايزه عنايه، يعني المنطقه دي اللي هي عليها كانها بودره، دي عايزه عنايه. خلينا نشوف اللي بعدها ايه. ده مفيش دفوات هنا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ده ايه ده بقى؟ ده يعني مستوى الابتسامه، يعني فيها ملاحظات. المفروض تضحك اكتر، يعني بيقول لك دي المفروض تبتسم اكتر، لانه كده انت بتبتسم بالعافيه. يعني الراجل بيقول لي انت بتبتسم بالعافيه. المراه العجيبه دي اللي هي بتقول لك سمايل لاينز 28/6/2019، انت كان التقرير بتاعك ادي، كان وشك فيه كذا وكذا 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 وكذا. شيء عجيب فعلا بس لذيذ، واختراع بيجيب فلوس. دي المرايه دي هتجيب فلوس، المرايه دي لما تيجي تتباع عندنا اتفرجوا عليها. تكلم بقى كل واحده الصبح تقوم من النوم تروح عامله الاختبار وتشوف عندي اسود تحت عيني ايه، وعندي حبوب ايه، وعندي مش عارف ايه، ومستوى الابتسامه ايه. دي هتتفرج. دي المرايه العجيبه اللي انا كنت ماشي ومش عايزه ايه يا عم المرايه العجيبه دي. قال لي بس تعالى الراجل، انا متوقع دي. اتفرجوا بقى في شعوبنا وبلادنا، بقى في بلادنا كلها العربية احنا اصلا الحين. خلينا نكمل نشوف.